مرحبا بكم على أصوات. الانتخابات ما بقاش مزورة، ها هي وصلنا لهاد النتيجة. بعد في الصنادق ما بقاش كنزور، بدينا كنحاربوا الممارسات الفاسدة، كنقولوا ودخل هذا الإجراء ودير الورقة الفريدة ودير معرفة اللون ودير الرمز ودير التصويت بهذه الطريقة ودير الامداد ودير هذه. درنا هذا الشيء كامل، قلصنا نسبيا من نسبة الفساد اللي موجودة خاصة على مستوى صناديق الاقتراع، لكن في الخارج برا في الأحياء في الممارسة ديال الأموال اللي كتوزع بقينا كنعيشوا هذه الأساليب. مشينا لها، بدينا كنقولوا تحديد السقف ديال المصاريف، بدينا كنخرجوا واحد عدد الإجراءات. مع ذلك هاد الناس اللي خبراء في هاد الشيء هذا كيلقاو كيفاش يدوزوا لهاد الشيء. اذا ما يمكنش نقولوا بانه راه ما كاينش محاوله، ربما ماشي بما يكفي من الحزم، ربما ما خصناش نبقاو نغطيو على اي امكان. ولذلك في الدستور الجديد قلنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وقلنا انه الافلات من العقاب لامبونيتي ما يمكنش تبقى. لما غنعطيو مثال وجوج وثلاثة وربعة وخمسة وعشرة وعشرين غتبدا ترجع هاد الأمور، ولكن هذا ماشي هو الحل الوحيد. كنحلوش المشاكل فقط بالجزر بالعقاب، المشاكل كتحل كذلك بتبسيط المصادر، بتوضيحها، بالتوفر على قوانين اللي كتكون قوانين ماشي اللي كندخلوا فيها بقوة، اللي كنبداو ندخلوا فيها في التعقيدات، كندفعوا الناس بما فيهم الناس بسطاء بحالكم وبحالي ربما انهم يلقاو حل. طيب فلذلك خاص هي مقاربه شامله اللي تجعل اننا نبعدوا علينا اكثر فاكثر هذه الممارسات الفاسده. لكن الممارسات الفاسده الحاليه اللي موجوده واللي ما يمكنش ننكروها واللي خصنا نحاربوها، ما يمكنش تبرر ان الدوله تبقى تنتظر حتى ما يبقاوش هذه الممارسات الفاسده عاد ندير انا البرامج اللي نعتق بهم. طيب بالمحاسبة، وقلتي أن تبسيط المصادر، أنا كنرجع معاك لواحد القانون اللي الدولة حاولت أنها تسطرو، هو قانون التأمير 4-4 المشهور والشهير اللي مشى للبرلمان واللي كان كيحاول يحدد المسؤوليات بالنسبة للتأمير. حنا كنعرفوا أن ماشي غير هاد المدينة القديمة اللي هي رشات بحكم الظروف وبحكم أن مباني قديمة، كاين مباني اللي هي جديدة واللي كتطيح على الناس ديالها، وحنا عرفنا مثلا يعني أمثال في مراكش وغيرها. هذا القانون اللي قدموه حجيرة تقدم في 2004 واللي دخل البرلمان، وكانت لوبيات اللي كانت وراء ان هذا القانون يتوقف وانه ما يتمش المصادقة عليه. اليوم شنو هي المقاربة ديالكم انتما بالنسبة لهذا القانون؟ واش غدا غنشوفوا قانون التأمير في هذه الولاية ديالكم واللي غادي يحدد المسؤوليات بهذه المسألة ديال التأمير؟ ولينا اللوبيات موجودين في العالم كامل. طيب ولكن العالم كيدعم القوانين وكيمشي حتى ال انا غنعطيك مثال حي على شنو هي اللوبيات. اللوبيات موجوده في العالم كامل، وغنرجع لك قانون التأمير، عندنا مقاربه بقانون التأمير وحنا غنشوفوا كيفاش غنعملوا. نعطيك مثال حي باش نعرفوا علاش كنتناقشوا، جوج الامثله ربما. المثال الاول هو انه في بلد اللي كنعتبروا بانه من اعرق البلدان الديمقراطيه، جا واحد الاخ العزيز سميتو باراك اوباما وقال بانه باغي يعالج النظام ديال الصحه في البلاد، وباغي يجعل ان النظام ديال الصحه يولي في متناول اي امريكي كيفما كانت البساطه ديالو والمدخول ديالو. دخلت واحد العدد ديال الاوساط تحت الذرائع ماليه ولا وهذا الشيء وغيدير العجز المالي وما عرفتش غيدير، ولكن في الواقع الناس كتدافع على مصالحها ولوبيات اللي ما باغاش ان النظام الصحي يكون اساسه نظام عمومي اللي كيمكن كل امريكي وامريكيه انه يولج للعلاج. طيب اذا هذا الشيء موجود. المثال الثاني في العقار وفي المضاربات العقاريه، العالم عرف هزات كبيره ابتداء من 2008، الاصل ديالها كان ما يسمى بالكره لابول الفقاعه العقاريه اللي هي فقاعات كثيره. احنا اليوم
كتبقى. طيب لما جاو يعالجوا هذا الشيء هذا الدول كلها رجعت بعد المقاربه يساريه في تدخل الدوله بقوه باش يعتقوا ابنار باش يديروا برامج باش تدخل الدوله في الوقت اللي هذوك الناس كاملين كانوا كيقولوا الدوله تبقى بعيده ولا الدوله هي اللي خصها تدخل. طيب لما جاو ما هذا وجدوا امامهم لوبيات هائله واحد العدد ديال الامور هي باقا مستمره بدءا بالتعويضات الخياليه اللي كيتوصلوا بها الرؤساء ديال هاد الابناق الكبيره والشركات الكبيره. في موضوعنا حنا لما ما فهمتش المقاربه واش يعني ان كاين هاد اللوبيات خصنا ما نعملوا حتى شي حاجه؟ لا الا اعتبرنا بان ما كاين لوبيات وكانه غنسلموا امامها. لا ابدا اللوبيات موجوده. فلذلك لما جاء هذا القانون في واحد الوقت معين جاء في 2004 بعد اولا نعتبروا انما 2004 ماشي هي 2012. الظروف السياسيه ديال 2004 ماشي هي الظروف السياسيه ديال 2012. ربما كثير من الناس اللي كانوا كيدافعوا على تصورات معينه في 2004 صعيب عليهم انهم يدافعوا عليها في 2012. اذا حنا سنستغل هذه الظرفيه. لكن في نفس الوقت هذا القانون اللي تقدم في واحد الصيغه اللي كان باغي نوع من المثاليه وربما هو بنفسه بغى يعالج كل شاده وفاده في هذا الموضوع التعميري العام المراقبه الرخص طريقه البناء الجوده ما عرفتاش الى غير ذلك. فلما جاء هذا الموضوع هذا في 500 ماده سنسال ارتيكل اليوم حنا كنعتبروا بان هناك نقاط استعجال. شنو هي؟ حدوها يعني هذه النقاط استعجال هي بداية تبسيط أقصى ما يمكن المساطر بقدر ما كتعقد المساطر بقدر ما كتخرق الظروف ديال الفساد وديال الرشوة. المساطر اللي كتكلموا على المساطر كل المساطر مساطر البناء الرخص ديال البناء الرخص ديال البناء الرخص ديال السكن لي بيرمي دو كونستخير لي بيرمي دابيتي الرخص بالتحديد كتنتج عليها مآسي حنا كنعرفوها وكنعيشوها منها مآسي اللي هي البناء من ان عدم صحة البناء ان كيمكن مقاول يبني عمارة ويقول ان فيها عدد شقق وكي في التالي سو ولا من كاع سو تابل كيولي العدد كيتفرخ منها انها بالنسبة للمرأة بالسيارات كي هو كيفرخ وهذا الشيء فيه لا لان وضعتي واحد الاسبوع على واحد المساله سياسيه بامتياز. نعم. خلينا نقول على الاقل فكره فيها. اولا لما كتبغي توصل للكمال كيمكن توصل للباب المسدود. لذلك اللي مهم في السياسه هي الواقعيه وهي انك توصل لنتيجه معينه. اللي طيب اليوم دوزو اللي ما طيبش انا عدد من الامور انا غنجيب نعم. ليها وما يتعين استغلاله هو الظرف السياسي اللي حنا فيه. حنا نظن من اجل اننا نتوفروا على حكومات سياسيه الدستور اليوم يقول بانه الحكومه هي مصدر السلطه التشريعيه بمعنى عفوا السلطه التنفيذيه بمعنى انها تتوفر على اغلبيه من حق اي مواطن. انا اقول ذلك قبل ان المواطن يقولها انه يطالب من حكومه سياسيه اليوم اللي خارجه من صناديق الاختراع انه تفعل الاغلبيات ديالها سياسيا من اجل انها تدوز قانون معين بغض النظر على المافيات وبغض النظر على اللوبيات. نعم واليوم القوات التشريعيه قلت لك في البرلمان عدديا انتم اكثر الاغلبيه موجوده فبالتالي اليوم شنو هي قلت لنا المسائل السعيده تبسط المساطر قلت لنا بما فيها ريخه ترخص البناء شنو المسائل الاخرى اللي يمكن اليوم ندوزوها باش يمكن ما يهمنا باستعجال هو قلت لك تبسيط المساطر كل ما يتعلق بالرخص تحديد هذه الرخص لان هذه الرخص اللي كنتكلموا عليهم فيهم مصادر متعدده مراكز متعدده مختلفه اللي كتدخل فيهم مثلا يمكننا نعتبروا بان هناك نوع من احنا اعتبرناه تكامل شيء كيراقب شيء لكن من جهه المجموع المجالس المنتخبه كتعطي هذا الرخص من جهه اخرى الوكالات الحضريه كتراقب ماشي غير كتراقب الوكالات الحضريه قبل ما تخرج هذه الشهاده كتاشر على الامر والراي ديالها بالموافقه ملزم يعني بدون راي في اللجنه اللي فيها حتى الوالي ايضا الطرف اللي هو يكون عند الصوت ديالو لا
لا في الوكالات الحضريه سي ان افي دو كونفورميتي اللي كتعملوا الوكاله ما عنده لا ولي ولا حتى شي حاجه. فبالتالي هذا في حد ذاته نظام اللي يحتاج الى توضيح. وهذا الشيء مطروح، انا الان تجولت على الوكالات الحضريه بالتقريب كامله مطروح، ونقاش كبير مطروح بين الوكالات الحضريه والرؤساء ديال الجامعات. المساله الثانيه اللي كتهمنا هو تبسيط المقاربه التعميريه اللي احنا فيها الان. هذه المقاربه معقده مزيانه في اصولها ديال نتوفروا على مخططات، نتوفروا على تصاميم، نوضعوا هذه التصاميم ونسعوا الى اننا نحترموها. المشكل اللي كاين هو ان المساطر اللي كتادي لهذه الشهاده ثقيله، التعقيدات اللي موجوده في مضامين وضع هذه التصورات هذه المخططات وهذه التصاميم كتجعل باننا كندخلوا في واحد العدد ديال التفاصيل اللي كتجعل اننا كنقضيو وقت كبير باش نحصلوا على هذا الشيء. في انتظار ذلك كتقدم كتخرج من صلاحيتها هذه الوثائق، كنوليو كنخدموا بواحد النظام اللي سميتو الاستثناء لا ديروغاسيون. هاد لا ديروغاسيون كتأدي كذلك نتائج عكسيه وكارثيه. اذا هذا الشيء كله هو اللي كيشكل بالنسبه لنا الاستعجال اليوم باش نعالجو. اذا تطلب الامر اننا هذا القانون اللي موضوع نقسموه الى قوانين ونخرجوا ما هو مستعجل سنقوم بهذه المقاربه. في اطار ما قلتيه الان فهمنا بان كاين مقاربه، فهمنا بان كاين نوع من كنتسناو جدول الاعمال، وقتاش غنلقاو الحلول لهذا الساكن المهددي، وقتاش غيصدروا هذه القوانين لخلق الوكاله ولمنحها الموارد الماليه، وقتاش غيخرجوا هذه القوانين ديال الكراء الاجتماعي؟ واش كاين تصور بالنسبه لجدول الاعمال؟ في اقرب وقت ممكن. يعني الا كاين شي واحد اللي يمكن له يعطيك هذا الجواب بلا ما يكذب على المواطنات والمواطنين، قول له يجاوب في بلاصتي. لانه علاش انا لا خص المواطنين يفهموا علاش كنقول هذا الشيء؟ حنا في شهر يونيو خصنا الوقت باش نوضعوا هذه القوانين اللي كنتكلم عليها. حنا عندنا قانون مالي كنعملوا به في 2012 عاملين به. لما كنقول لك بانه مثلا نخلقوا وكاله، الوكاله ما كتخلقش بين عشيه وضحاها، خص قانون. لما كنقول لك بان خصني نوفرها الامكانيات الماليه، قدمت لك مقترح اللي هو يمكن نديرو رسم على الرمال او رسم على الحديد، خصو يدخل في قانون الماليه اللي معناها 2012 ما كاين هضره على هذا الشيء. اللي كاين عليه الهضره هو الاستعجال. هذاك يمكننا نبداو فيه دابا، وراه بدينا فيه من حيث الافراغ، من حيث البحث على حلول في اطار ما هو موجود. مثلا في الدار البيضاء من عروض كاين مشاريع قائمه الان عندنا، احنا عندنا محصيه موجوده يمكن نقولوا بالنسبه لحالات استعجاليه 100-150 حاله 200 حاله يمكن نلقاو لهم الحل في الاسابيع القليله المقبله. لكن ما غيمكنش نلقاو الحل الاف ديال الاسر. هذاك خصنا نمروا لهذه الاجراءات اللي غتطلب شهور، ربما في غضون 2013، سنسعى الى ان يكون ذلك في غضون 2013. ولكن باش نقول لك بان ما هذا الشيء يمكننا نديروه اليوم ما غيمكنش. اليوم متجاوز، وانكم اليوم غتعملوا على قانون جديد، ما قلتوا لنا شحال من الوقت، يمكن عام، يمكن يعني عندنا كاين اجل تشريعيه، كاين اليوم حنايا في التشريعيه الفتره ديال الربيع غتسالي، عندنا يمكن ندخلوا في الخريف المقبل، واش من هنا للربيع اللي مقبل غيمكن يكون واحد القانون اللي هو مبسط ديال التعمير اللي يمكن نستعملوه؟ حنا هاد القوانين اللي كنتكلم لك عليها على الاقل جزئيا، لانه ما يمكنش ندوز هادشي كامل دفعه واحده. نعم. حنا الا تمكنا اننا ندوزو جزء في غضون هذه السنه وجزء اخر في بدايه السنه المقبله، كلما تمكنا من اننا نفعلوا الاليات الدستوريه اللي موجوده واللي ضروري اننا نحترموها. كاين امور اللي لما كيتعلق الامر بقانون كاين مساله خصو يتوضع في غالب الاحيان. في كثير من الاحيان الا ما بغيتيش تمشي امام مشاكل خاصك تخلق حوله واحد النوع ديال التوافق، خاصك دير استشاره، خاصك تعيط للناس اللي معنيين باش كتوجد. ثم كيدوز عند وزارات كيعطيو فيه الراي ديالهم، لان في بعض الاحيان كاين صلاحيات ديالهم كتغيرها
او انك كتبغي تاخذ لهم جزء من هذه الصلاحيات اللي خصك تستعملهم. كاين ضروره ديال الاحترام الدستوريه ديال الامر في البدايه وفي النهايه، كاين كذلك ضروره انه يدوز في مجلس حكومه ثم يدوز في مجلس وزاري ثم يمشي للبرلمان بغرفته. هذه امور اللي مفروضه، ما عنديش كندير لها، ما عنديش كنحفز عليها. انت ضيف الساعه على اصوات نمشي معاك للسؤال، كاين من بعد بين الحلول اليوم مثلا السكان ديالنا قديمات ساكنين في، ولو ان الدور ديالهم هشه، ساكنين في مواقع اللي هي استراتيجيه وسط المدينه، كيمكن كتكون عليهم بعض الفترات كتعطيهم حلول انهم يمشيوا يعني المناطق اللي هي هامشيه. وكيمكن انا نقول ان اليوم الدوله سنت واحد القانون ديال ما يسمى بالمدن الجديده 15 وفوق 2020. هذه المدن الجديده وحنا كنعرفوا ان الحاله اللي كاينه ديال الرباط ان تمسنا بالضبط اليوم، شنو يمكن هذا الساكن اللي ساكن في واحد المنطقه اللي هي وسط المدينه، شنو يمكن لك توفر له في هذه المدن الجديده بانه اللي تجعلو انه يخلي المدينه ويمشي لتما هذوك اللي هي كتكون نائيه كتكون بعيده على وسط المدينه. كنعرفوا ان مشاكل مثلا في تمسنا ان ما كاينش المدارس بعيده، ما كاينش يعني التجهيزات كلها ما مفرش. بالنسبه لهذا الموضوع اولا فيما يتعلق بالانسجه العاتقه، احسن الحلول، احسن الحلول ماشي غير الانسجه العاتقه، الانسجه العاتقه ومدن الصفيح اللي موجوده في قلب المدن الدار البيضاء وفي غير الدار البيضاء أحسن الحلول لكنها أصعب الحلول. نعم. وهي المكلفة أكثر، هو أنك دير تدخلات في المواقع المالية باش كتخلي الناس في النسيج اللي هما عايشين فيه، النسيج الاجتماعي. نعم. ولكن هذه حلول مكلفة جدا وما سهلاش، ولكن هي أحسن الحلول. يمكننا نزوج بين هذه الحلول. نعم. لانه هذا النسيج ديال المدينه ديال الدار البيضاء ما يمكنش تخليه هكذا. طيب خصك تعالجه، الا عالجتيه ما غتفرغوش من السكينه ديالو الحاليه وتقول لهم سيروا كلكم سكنوا في ضواحي المدن. شكون اللي غيبقى ساكن في هذه المدينه؟ غنريبوها كامله؟ اش غنعملوا بها؟ هو عندهم انطباع ان القيمه الماليه للارض ديالهم اللي بنيوها مالكين انها اكثر من داكشي اللي كيت اللي غادي تعطاهم، وهذه الناس قالتها شهاده السكينه من غير ان سوسيولوجيا هو حي اللي كبروا فيه. هذا جانب اخر، هذا جانب اخر الله يخليكم. اذا كانت الدوله تقارب هذا الموضوع على اساس انه، اسمحوا لي التعبير نتكلم بوضوح، همزه عقاريه، بمعنى ان الدوله غتمشي لقمه المسؤوليه وغتعتبر بانها غتلعب بتراث مغربي اللي هو في الذاكره مسجل. نعم. الدار البيضاء، ولكن ربما نمشيو لانسجه عتيقه اقدم بكثير، بحال فاس، بحال الرباط، بحال سلاه وغيرها. وان الدوله عندها شي فكره انها غتمشي عمليا، اش كتقولوا لي الان؟ بينما الدوله غتخطط وغتمشي تمسح هذاك الشيء كامل وتفتحوا اللوبيات العقاريه. هذا الطباع ديال السكينه، الطباع ديال السكينه الا دارت الدوله هذا الشيء خصها تتحكم. نعم. اي حكومه اللي يمكن تفكر في هذا الاتجاه خصها تتحكم. طيب هذه صراحه يمكن لا اعتقد انه هذا طيب، خص الناس يعرفوا بانه التصور ما كاينش، وما كاينش شي واحد اللي عنده، يمكن يكون عند بعض المضاربين العقاريين كيعتبروا بان مراشيلها نشطبوا لهم ديك المدينه القديمه كامله ديال الدار البيضاء ونقول لهم اجي ديروا المشاريع تفضلوا فيها وراه غنعطيوها لكم. لا، هذا نسيج حضاري كيشكل جزء من الذاكره ديال الدار البيضاء وبالاحرى بالنسبه للمدن الاخرى. اذا لكن رجع لما كنت اقول، ما يمكنش تخليه هذا النسيج خاوي من السكان، خاصك ترد فيه الحياه. لما غنقولوا وكاله لرد الاعتبار للانسجه العتيقه، رد الاعتبار بان معناه انك غتعاود تبعث فيه الحياه، ظروف سكن لائقه، تاهيل اللي كيمكن من انه تكون في وسط اللي متوفره فيه خدمات اجتماعيه، خدمات عموميه الى غير ذلك، حياه اقتصاديه وحياه تجاريه اللي كتمكن من الدخل
لان هذوك الناس خصهم يسكنوا ويلقاو الشروط ديال الدخل ديالهم. اذا خصك تعاود تخلق حياه جديده في هذا المنسجم. طيب هذا الشيء من الضروري ان جزء كبير من هذه السكينه تبقى، لكن ما كاينش تصور احادي اننا كل شيء غنعالجوه بهذه الطريقه. لذلك كاين الامكانيه ان نستفيد جزء من هذه السكينه من البرامج اللي موجوده. على هذا الاساس كان هناك تفكير في عدد من المناطق في البلاد في مدن جديده. هذه المدن الجديده اليوم موجوده، طريقه باش تعملات جات في واحد الوقت اللي كانت فيه واحد الغليان عقاري، وكان الاعتقاد كذلك من قبل الدوله بانه على اي حال كاين تحول في المجتمع المغربي وكاين واحد النوع ديال التحسن ديال الدخل، وبالتالي راه هذه المدن غتعمل غتعيش لوحدها وعدد من الناس غيلتحقوا بها. لكن بقدر ما هذا امر مزيان ان تكون هذه النظره الاستباقيه وتعملات هذه المدن، بقدر ما كانتش النظره الشموليه ما يكفي اللي كتجعل ان هذه المدن هذه الجديده خص توفر فيها ماشي فقط الشروط ديال السكن، خص توفر فيها الشروط ديال العيش الكريم بمعنى الدخل اولا. باش توفر الدخل كيفاش؟ خص هذه المراكز السكنيه والمدن السكنيه الجديده تكون قريبه بدايه من قطب ديال التنميه، بول دو ديفلوبمون. ما يمكنش باش تقوي الناس اللي اساسهم غيخدموا في هذا لو بول دو ديفلوبمون. كتكون منطقه صناعيه، هذا الشيء اللي كيتعمل اليوم ديال دوزي، هذا الشيء اللي كيتعمل اليوم ديال لي زون اوتوموتيف، زون لوجيستيك، ما عرفتهاش الى غير ذلك، بمعنى انه ولكن هنا فين كاين التخطيط المجالي اللي كيجعل انه لما كتختار منطقه ما كنختارهاش غير انا في وزارة السكنة بناء على أنها غتقام عليا رخيصة كشراء للأرض. وهي تقامت بمبالغ اللي كاين كثيرة على يد الدراهم. نسبيا كان يمكن لها تقام أغلى ومشينا لمناطق أخرى، لكن خصني لما نفكر فيها مع هذاك اللي غيدير التجهيز، مع اللي كيدير الطرق، مع اللي غيبني المدارس، مع اللي غيبني المستشفيات، مع القدرة أنها تكون بحال دابا لما نجيبوها في الدار البيضاء. خصني نختار لها الموقع المناسب اللي كيوفر هذه الشروط كامله واللي كيجعلها في تناسق مع الدار البيضاء في تصورها الشمولي، باش الولوج بالنسبه لهذوك الناس للدار البيضاء لواحد العدد ديال الخدمات، لان ما غايمكنش تعطيهم جميع الخدمات بنفس المستوى. هذا الشيء موجود في العالم كامل، الخدمات اللي كاينه في باريس ومستواها ماشي هي الخدمات اللي كاينه في فونتينبلو. في بعض الامور خاصك تنقل فونتين بلو ولا مغلبالي ولا عذري ولا داكور كل يعني هذا مساله اساسيه. فاللي انا متفق معكم في الفكره انه في هذه البدايه على الاقل ديال هذه المدن ما يمكنلكش تقول لواحد ساكن في المدينه ساكن في الدار في الرباط في العكالي او ساكن في المدينه القديمه ديال الدار البيضاء وعنده واحد العدد ديال الامور اللي رغم بساطتها ورغم الفقر النسبي اللي كيمكن يعيش فيه ولكن كل شيء قريب، وتقول له مثلا هو خدام في المرصى والمراه ديالو عندها شي خدمه في شي حاجه كذلك كتبيع وتشري متجوله ولا شي حاجه بحال هكا، وتقول له دابا غتمشي لحي الرحمه ولا غتمشي للناسي، اكيد انه غير في صعوبات وغير فضل. لذلك هذه حالات صعبه خاص تعالجها في واحد المده زمنيه معينه اللي تجعل انه جزء ربما يقبل الى عرف بانه الى مشى لديك المنطقه راه عنده امكانيه ديال العمل، وراه يمكن ان ذاك يسكن في ظروف ارقى، وجزء اخر غضطر انك تعالج له مشكله فين موجود. لذلك الحلول هي حلول متعدده. هذه المدن اليوم اللي تعملات خصنا نعتقوها. مثلا تمسنا اليوم حنا بصدد اعطاء الاولويه الان للمنطقه الصناعيه، هي بدات كتمعش شويه، بدينا كنحاولوا ندفعوا الناس باش المنطقه الصناعيه. حنا سبقنا العصا قبل الغنم، بمعنى انه واحد الوقت البرامج وقفات لان الناس ما بقاتش باغا تمشي لتمسنا. اليوم كاين مناطق صناعيه، هي بدات كتنمى، اذا غتخلق واحد الحركه. تمسنا في حاجه الى انها تربط بشبكه طرقيه اللي تجعل انها سريعه الولوج بالنسبه للرباط،
كاين جوج ديال الطرق اساسيه اللي كاين اتفاقيه حولها واللي الان خصها تعمل. وحده كدير تمارا، وحده كتدخل الرباط عبر حي الرياض. اذا هادو امور اللي لحد الان ما تعملوش. كاين امور مواكبه لنجاح هذه المدن الجديده اللي حنا في اطار الان الحكومه عزمه على ذلك، اننا نعاود نشوفوا المدن الجديده اللي موجوده ونعاود نشوفوا شنو النقائص اللي فيها وكيفاش غنتمكنوا اننا نتغلبوا عليها باش نردوها جذابه اكثر. طيب ابن عبد الله، يعني الحديث كثير سلمنا يعني البرنامج في النهايه ديالو، يعني الحديث كثير في هاد المشاكل السكنه، ما تكلمناش معاك مع سياسه المدينه مجموعه. انا بغيت غير واحد الاسئله سريعه واجوبه منك سريعه، لانه واحد الشق اخر خصنا نتكلموا فيه حتى هو، فاجوبه في سريعه. خليتي لي سياسه المدينه في النهايه ونتكلموا عليها في جوج دقائق. لا كنت بغيت نتكلموا عليها، انا قلت كان ودي انا نتكلموا سياسه المدينه، ما غنتكلموش على الامور اللي هي الحكومه هي امور سياسيه. بغيت تجاوب اجوبه منك اللي هي سريعه على بعض الامور اللي هي شفنا اليوم من ابي عبد الله مجموعه كنتوا كتقولوا ان التناسق الحكومي اليوم مازال سؤال كيتطرح بحده، هل هناك تناسق في حكومه عبد الاله بن كيران وانتم امين عام حزب التقدم الشرقيه حليف الحكومه؟ كاين الامور اللي كتشوفوا كتقراوها في واحد العدد ديال وسائل الاعلام واللي كيتم تضخيمها، وكاين ما اعيشه لحد الان داخل هذه الحكومه. انا لحد الان ما عنديش مشكل لا من حيث المرجعيه ولا من حيث الهويه ولا من حيث القيم ولا من حيث الحريات ولا من حيث هذا الشيء كامل اللي كيتقال، ما عنديش فيه مشكل. ما عنديش تصريحات اللي بغى يصرح بشي حاجه يصرح، اللي بغى يصرح بها انا اللي كيهمني انا فين حاضي باش نتكلم معكم بوضوح، فين حاضي طرافي كسياسي. وفي القرار لما يصدر قرار على هذه الحكومه اللي يكون منافي للالتزامات اللي خديناها على عاتقنا في الميثاق اللي وقعناه وفي التصريح الحكومي واخذوني عليه، قول لي فين كاين هذا القرار.